جنون غير متوقع لارتفاع سعر الدولار في الأسواق المصرية، بيوصل فجأة بعد التعويم الثالث للجنيه ل 23 جنيه في البنوك ونص. كان من قيمة ساعتين 22.5، وفي السوق السوداء بيسجل 25 جنيه ل 26 جنيه في الأسواق السوداء، وده طبعا ارتفاع جنوني مفاجئ جدا. وبيقولوا والله أعلم ان هيكون في ارتفاع مستمر الى مدى غير محدود، وده طبعا أثار غضب الكتير من الشعب المصري وخوفهم من المستقبل وخوفهم من ازدياد في الأسعار اللي طبعا هتزيد بناء على ارتفاع الدولار بشكل طبيعي، لان طبعا كل الاشياء اللي بتيجي طبعا مستوردة واغلب السلع في مصر بتكون مستوردة، فطبعا ده هيؤدي لارتفاع تمنها. وربنا يستر من اللي جاي ومن الوقت اللي احنا فيه.